اهلا اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ لو البيبي بيصحيكي طول الليل فلازم تتاكدي من حاجتين، ان هو مغير الحفاض وانه شبعان. شبعان بقى دي مهمتنا النهارده في الفيديو، بس قبل ما نبدا لايك وسبسكرايب وفعلوا زرار الجرس، ويلا نبدا الفيديو. هنعمل وجبه مشبعه جدا للبيبي تخليه ينام طول الليل. هنحتاج موزه مقطعه ومعلقه شوفان ومعلقتين زبادي. الزبادي نقدر نستخدم اي زبادي مبستر، يعني المراعي كويس او جهينة كويس. تمام، هنحضر بقى الشوفان ازاي. الشوفان نقدر ان احنا المعلقة دي او المعلقتين نغطيهم بس بالمية وعلى نار هادية لغاية لما ينفش ويبقى شبه البليلة. تمام، الشوفان صحي جدا ومفيد، ونقدر نستبدله او نستبدل البسكوت المليان زيوت مهدرجة وسكر، هو بديل هايل جدا وصحي. ادي شكل الشوفان بعد ما استوى، بيبقى اشبه كده بالبليله. للناس بقى اللي هتسالني انا بستخدم شوفان نوع ايه، انا بستخدم دوبيلا. دوبيلا هايل جدا وصحي وينفع للرضع اقل من سنه. يعني هو يعني اعتمدي قاعده كده ان هو اي شوفان ينفع لو هو حبه كامله وطبيعي 100%، والافضل ان هو يبقى خالي من الجلوتين. تمام، فكده صحي جدا ومناسب للبيبيهات من بعد تمام السادس. تقدري تضيفيه مع وجبات كتير جدا، مع الزبادي، مع تفاحة، مع حاجات كتير جدا. وانا هنزل لكم وصفات دايما بالشوفان لان هو صحي ومفيد. وياريت ان احنا نستبدل البسكوتات او اي حاجة بالشوفان. زي ما قلتلك كده، احنا دايما قبل ما نأكل اولادنا حاجة نشوف، نقرأ المكونات بتاعتها، نشوف هي فعلا طبيعية، فيها زيوت مهدرجة، فيها سكر، تنفعهم ولا لا. تمام، فالنوعية دي كويسة جدا، ودوبيلا من النوعيات اللي كويسة في حاجات كتير. كذلك برضو زيت الزيتون، زيت الزيتون في دوبيلا حلو جدا، لان احنا لازم نختار نوع طبيعي ومعصور على البارد. نيجي بقى للوصفة بتاعتنا. بعد ما الشوفان استوى هنضيف له الموز والزبادي ونهرسهم. هنهرسهم بقى ازاي؟ مش بالبلندر ولا في الكبة ولا في الخلاط، علشان احنا يكون البيبي كبر شوية ومحتاجين نخشن له الاكل، يبقى نهرسه عشان نعوده على البلع لو البيبي كبير شوية وتعود ان هو ياكل ويبلع. تمام، نقدر نستخدم الهراسة دي، حلوة جدا، هي ستلس وتحفة. هو الاكل هيبقى ناعم ومفهوش اي حاجة، بس هيقدروا يستطعموه ويتعودوا على البلع. نبتدي نخشنه بالتدريج، وكده الوجبه معانا جاهزه. واضمن لك بقى ان شاء الله البيبي هينام طول الليل ومش هيصحيكي 15 16 17 مره كده زي ابني يعني. تمام، انا عندي سليم ممكن يصحيني 6 7 مرات. فين بقى على ما توصلت، بما اني لسه مامي جديده وده اول بيبي ليا، ان هو ممكن يبقى جعان. فالدكتور قال لي لازم تتاكدي ان هو شبعان كويس قوي، ولو دخلتي له ميه يبقى هو تتاكدي انك مدياله ميه وكل حاجه تمام. وطبعا تغيير الحفاض ده شيء اساسي جدا. كده بقى وصفه النهارده خلصت. لو عايزين وصفات اكتر بالشوفان قولولي بقى في الكومنت، ووصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات والاشتراك في القناه، وتفعلوا زرار الجرس. كنت معاكم من عبيد، باي باي.